اعتبر مسؤول رفيع في الحكومة السورية أن فتح الطريق الدولي M4 في إدلب سيتم من خلال عمل عسكري تقوم به قوات الحكومة بدعم من روسيا، لأن تركيا والتنظيمات الإرهابية لن ينفذوا اتفاق موسكو حول إدلب على حد وصفه. لم يكد حبر اتفاق موسكو الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يجف، حتى كان هذا الاتفاق يلحق بأخيه اتفاق سوتشي الذي وقع بشأن منطقة خفض التوتر وإنشاء نقطة عسكرية تركية في إدلب السورية. وتكمن المفارقة هنا حول سياسة النفس الطويل لدى الجانب الروسي بتحمل التعامل مع تركيا، فأي عاقل متابع للسياسة التركية في سوريا لا يحتاج إلى الكثير من التفكير والاستنتاج بأن أردوغان يناور ويكذب ويستخدم الاتفاقات لكسب الوقت لعل متغيرات تحدث ليستغلها لمصلحته. ووفقا لمراقبين، كان من المفترض وفقا لاتفاق موسكو الذي وقع يوم الخامس من الشهر الحالي أن يبدأ تنفيذ البند المتعلق بتسيير دوريات تركية روسية على طريق حلب اللاذقية المعروف بM4، وأن تنسحب الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة بعمق 6 كيلومترات على جانبي الطريق، وهو أمر من المفترض أن تضمنه أنقرة، لكن الذي حصل أن هذه الفصائل عرقلت سير الدوريات بوضع عوائق وحواجز ترابية عليه واستخدام المدنيين دروعا بشرية لمنع فتحه. ويؤكد مراقبون أنه لم يكن بمقدور هذه الفصائل المسلحة إقفال الطريق الدولي من دون قرار تركي، ذلك أن لجامها في أنقرة وهي مجرد أداة تنفيذية للمخططات الاحتلالية التوسعية التي يشرف عليها أردوغان، كما أن استخدام المدنيين دروعا بشرية مجرد محاولة تضليل تركية للإيحاء بأن لا علاقة لها بالأمر، وهو رد فعل شعبي رفضا لقرار فتح الطريق. وعلى الخط نفسه، أنشأ جيش الاحتلال التركي نقطة عسكرية جديدة في ريف حلب الغربي شمال سوريا، معتزما تدشين نقاط مراقبة أخرى، حيث استخدمت عزات عسكرية تضم أرتالا من الجنود وأكثر من 10 دبابات ومدافع وناقلات جند لتنضم إلى الترسانة التركية المنتشرة شمال غربي سوريا، والتي يناهز تعداد آلياته نحو 4000 وأكثر من 10000 جندي. وبالتزامن مع كل هذه المعطيات، اعتبر مسؤول رفيع في الحكومة السورية أن فتح الطريق الدولي M4 في إدلب سيتم من خلال عمل عسكري تقوم به قوات الحكومة بدعم من روسيا، لأن تركيا والتنظيمات الإرهابية لن ينفذوا اتفاق موسكو حول إدلب على حد وصفه. والحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيوفي لليلة، معي من حلب الأستاذ مصطفى قلعجي أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري، ومن لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع محلل سياسي. ضيفي الكرام أهلا ومرحبا بكما. أستاذ مصطفى، لو أبدأ سؤال هذا المحور من لدنك الآن، تحدثنا مرارا وتكرارا عن مسألة الغموض التركي الروسي فيما يتعلق باتفاق إدلب. اليوم هناك تهديدات روسية باستئناف العمل العسكري، وهناك تعزيزات تركية بإرسال مزيد من قوات الاحتلال إلى تلك المنطقة. هل باتت الصورة واضحة الآن برأيكم وفق معطيات الميدان أم ماذا؟ مساء الخير أستاذ وعد لحضرتك، ومساء الخير لضيوفك الكرام. أهلا بك. مساء الخير للأخوة المشاهدين. الحقيقة اتفاق سوتشي، يعني الاتفاق الروسي التركي الأخير، يعني هو على كف عفريت مثل ما عم بقوله. سبب ذلك المراوغة الواضحة في التنفيذ من الجانب التركي. تركيا إذا أتمت عملية الاتفاق بشكل صحيح مثل ما تم توقيعها مع الجانب الروسي، يعني انتهاء دور تركيا في المنطقة، وهي لا تريد ذلك. يعني اليوم إذا الأتراك نفذوا الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها، وحضرتك متابع جيد بتعرف انه من سوتشي من أستانا 8 تم تكليف الجانب التركي بحل الفصائل العسكرية الموجودة بإدلب، لكن الذي كان يراوغ في هذه المسألة هو الجانب التركي دوما. واخر مهلة لتنفيذ هذا الامر كان ينتهي مع عام 2018. نعم حتى اذا بتتذكر ب 2018 اعطوه مهله شهر، قال لهم بدي سنه، وقالوا له نحن موافقين انه خلال عام كامل انت تخلص الفصائل، يعني تحل هاي الفصائل المسلحه وتقيم السلاح الثقيل الكبير والسلاح الخفيف، وتبدا العمليه السياسيه بضمانه ثلاثي أستانا اللي هن ايران وروسيا وتركيا للاسف الدوله اللي يعني التي تحتل جزءا من الاراضي السوريه. اللي صار تماما، أردوغان راوغ في الاتفاق تبع 2018، بعدين تنصل منه بالكامل وصولا للي نحن وصلنا له حاليا. هلا الاتفاق آخر اتفاق بين تركيا وروسيا بأنه يتم تسيير خط حلب
اللاذقية مرورا الثراقب ريحة جسر الشعور وبضمانة الطريق من الشمال 6 كيلومتر بتحمي يعني بتحمي وبتراقبه القوات التركية، و6 كيلومتر من الجنوب بتراقبه وبتحميه القوات الروسية عبر النقاط اللي متفق عليها ومثبتة بخرائط متبادلة بين الفريقين روسيا وتركيا. هلا اذا تم يعني اذا تم تنفيذ هذا الاتفاق على الارض يعني انتهى دور تركيا في المنطقة. جميل استاذ مصطفى، خلينا نوقف عند هاي النقطة انتهاء الدور التركي، وحتى لا اطيل اكثر على ضيفي من لندن استاذ حمد شهاب الطلاع بعد التحية. استاذ حمد، يعني الآن وسط هذه التهديدات الروسية ذات النبرة العالية باستئناف العملية العسكرية والعودة إلى عجلة الميدان، تركيا تقوم برد فعل وهو إنشاء نقطة جديدة في الجغرافيا السورية. بدي منك فهمك لهذه النقطة ولكل هذا الأمر المستحدث. مساء الخير لك ولضيفك ولكل مشاهديك وحياكم الله. مساء النور يا اهلا. استاذي الكريم، يعني عندما نتناول اذا اردنا ان نتناول الوضع الحالي وما يجري في ادلب تحديدا علينا ان نعود الى الوراء الى حقائق اتفاقيات أستانا. حقيقه كان حقيقه اتفاق أستانا هو وفق الحدود التي وقفوا عندها في عام 2018، ويفترض في تلك الاتفاقات أن يعني يقوم الضامنون الروس والأتراك بعملية إنشاء يعني خط عازل خالي من كل الأسلحة الثقيلة بعمق 20 كيلومتر إلى الجانبين. لكن ما حدث أن روسيا ونظام بشار الأسد بالأساس هو لم يلتزموا بهذا الاتفاق حتى يمنح الجانب التركي لعزل التنظيمات الإرهابية عن التنظيمات المحسوبة على الثورة السورية. وبالتالي كل ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية للهجمات العسكرية التي طالت المدنيين قبل أن تطال الكتائب العسكرية المحسوبة على الثورة طيلة السنة أو نص اللي مضت، وآخرها ما تم في شهر شباط الماضي حقيقة وما قبله من اجتياح واسع النطاق لمناطق الشمال من قبل الميليشيات الإيرانية ونظام بشار الأسد مدعوما بالقوة الجوية الروسية. وبالتالي الآن ليس أمام الأتراك إلا أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواصلة عملية عسكرية هي أصبحت تهمهم كأتراك، يعني كأمن قومي قبل قضية الثورة السورية التي هي على الأساس ضامن أحد الضامنين في هذا بهذا الموضوع. فالاتفاق الأخير الذي حصل هو اتفاق ولد ميتا حقيقة، لكن جاء هذا الاتفاق. طب لماذا وافقت عليه تركيا أستاذ حمد؟ إن كان ميت بالفعل وولد ميتا، لماذا وافقت عليه تركيا؟ جاء هذا الاتفاق الأخير هو تلبية لرغبة روسية تركية مشتركة بأن لا ينخرط الطرفان بحرب عسكرية شاملة ومباشرة في ظل ظروف ستنعكس سلبا ويعني وستنعكس بشكل سيء جدا جدا على الجانبين، حيث أن روسيا أصبحت تربطها علاقات اقتصادية استراتيجية مع تركيا، وكذلك بالنسبة لتركيا تنظر بعين التوجس والخيفة من الموقف الأمريكي والأوروبي الضبابي الذي قد لا يكون إلى جانبها فيما لو اندلعت حرب بين روسيا وتركيا. وبالتالي أصبح الاتفاق هو مطلق للطرفين، هو اتفاق مؤقت إلى أن تنجلي الأمور. طيب أستاذ مصطفى قلعجي، هذه النقطة في غاية الأهمية تفضل بها الأستاذ حمد، هل بالفعل كانت تركيا تدرك بأن هذه الهدنة هي هدنة مؤقتة وقد أخذت مبدأ استراحة محارب كما يقال في هذه الحالات، أم كانت هي مجبرة على القبول والدخول باتفاق مع الروس؟ أستاذ مصطفى، إلى أي مدى تتفق مع طرح الأستاذ حمد؟ لا، المسألة واضحة أكثر من ذلك. يعني للأسف الخاسر الوحيد في هذا الاتفاق هن السوريين في كلا الطرفين، يعني كان في طرف الموجودين بالطرف الدولة السورية أو المواطنين السوريين اللي موجودين بمحافظة إدلب. أردوغان عندما سافر إلى موسكو هذه المرة كان لديه أزمتان، أزمة داخلية وأزمة خارجية. الأزمة الداخلية لم يستطع إقناع حلفائه في البرلمان بانه
ما قام به هو عملية من أجل دعم والحفاظ على الأمن القومي التركي ودعم لمشروع الميثاق الملي التركي. حتى حضرتك وأنا وضيفك وكل المشاهدين شفنا على شاشات التلفزة كيف البرلمانيين الأتراك ضربوا بعضهم ضمن جلسة البرلمان ولم يستطيعوا أن يتفقوا على شيء يستطيع من خلاله أردوغان يكون بإيده أي سلاح بهذه المسألة. الأزمة الخارجية أيضا لدى أردوغان، هو لم يستطيع أن يجر حلفائه بالناتو إلى مواجهة الجيش التركي والروسي على الأرض السورية، لأنه الاتفاق تبع الناتو أنه إذا كان في جيش يهدد الأرض التركية ساعتها بتدخل الناتو، فهو ما استطاع أنه يجر الناتو إلى هذه الحرب، والأمريكان لم يقدموا له ذخيرة أو سلاح أو تدخل، حتى بالتدخل السياسي ما يعني تركوه يروح لوحده كذا. لذلك كانت هذا المشهد ما أعطى أردوغان إمكانية أنه يأخذ على الأرض أكثر من المسألة اللي نحن طيب يعني اللي نحن يعني جميل هذا الطرح أستاذ مصطفى، ولكن على لسان الأستاذ حمد شهاب يقول بأن تركيا قد تدخل بهذا الصراع بشكل مباشر انطلاقا من الحفاظ على أمنها القومي كما يقول الأستاذ حمد، شو رأيك بهذه الجزئية؟ يا سيدي الكريم، الأمن القومي التركي كذبة كبيرة. يعني هلا نحن هلا تركيا تذكرت إنه في عندها أمن قومي؟ ليش الأمن القومي من 1936 عندما تم اغتصاب لواء الإسكندروني ما كان في أمن قومي تركي وضلوا عم ينتظروا؟ هن للأسف الشديد أردوغان ونظامه يعني كتير يعني كتير منتظرين مسألة انتهاء اتفاقية 1936 1937 وتبادل المصالح المهمة جدا التي بين روسيا وبين تركيا، هو اللي وقفت هاي المسألة كلياتها. نحن عم نشوف، نحن وخلي الأستاذ ضيفك الكريم الأستاذ يشوف إنه الفصائل المعارضة اللي موجودة بمحافظة إدلب كيف كلياتها كانت عم بتصرح بإنه الجانب التركي خانهم وتركهم وباعهم وترك دعم قضيتهم ومسألتهم ومثل عادي. للأسف الشديد إنهم راحوا باتجاه مغاير لحقيقة الأمور اللي كانوا عم يدعوها. يعني أنا كيف بدي أقبل من حدا يرفع عالم دولة أخرى بالتنظيمات تبعته، إضافة للعلم الأساسي تبعه ترى ميسيو بونسيه علم الانتداب، وبيجي بالآخر بقول للجيش الوطني طيب والله نعم. بدي يعني مسألة غريبة حقيقة. وصلت الفكرة في هذه الجزئية أستاذ مصطفى. نعم بس بعجالة اسمحني بهذه النقطة. المفروض كلياتنا نسحب البساط من تحت أرجل المتدخلين في الشان السوري إن كان روس أو إيرانيين أو أتراك، وننجح إلى قضية الحوار للحفاظ على ما تبقى من الشعب السوري. يعني حرام تزمط إدلب مثلا بدون ما تخرب أو تنهار مثل أي محافظة سورية أخرى. طيب يبدو حضرتك كنت تتحدث عن اتفاقية لوزان التي تم إبرامها عام 1923. أعود إليك أستاذ حمد شهاب الطلاع، الآن في ظل كل هذه الأحداث والحديث من قبل حكومة دمشق على لسان مسؤول رفيع بأن طريق M4 سيفتح بعملية عسكرية، كيف سمعت تركيا أو كيف وقع هذا الكلام على مسامعها؟ يعني قبل أن ننطلق يعني إلى هذا الموضوع وتعقيبا على موضوع العلم التركي، يعني فأعتقد موضوع العلم لم يعد هناك إشكالية في الأمر، فالأعلام الروسية مرفوعة على الأراضي الروسية والأعلام الإيرانية على الأراضي السورية وكذلك الإيرانية والأمريكية، وأعلام فصائل عابرة للحدود من دول أخرى أتت إلى سوريا إن كانت التنظيمات الإرهابية أو الميليشيات الشيعية التي تقاتل على أسس طائفية مع نظام بشار الأسد. فيما يخص موضوع طريق M4 حقيقة يعني بلا شك أن M4 تطمح روسيا ويطمح نظام بشار الأسد إلى إعادة بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية وإعلان الانتصار العسكري الشامل، حيث أن الاستراتيجية الروسية والأسدية تقتضي بأن تعود الأمور في سوريا إلى ما قبل 2011 ولا أن يطرأ أي تغيير على طبيعة النظام السياسي في سوريا، هكذا يرون الأمور، وبالتالي ليس أمامهم إلا الحلول العسكرية. أنا طبعا يعني أؤيد أنه نظام الأسد وروسيا
قد يلجؤون في نهاية المطاف إلى تحرك عسكري، لأنهم أصلا لا يقبلون بالحلول السياسية، لأن الحلول السياسية مؤداها هو الانتقال إلى القرار 2254، والذي يفرض عملية انتقال سياسي، وتحديدا بدون بشار الأسد، لأن هاي الجرائم التي ارتكبت طيلة 9 سنين بحق الشعب السوري بالتأكيد لن تنسى بالتقادم ولن تسجل ضد مجهول. هذا ما سيجري، وأنا أرى أن الأمور تتجه باتجاه معركة عسكرية، وربما أخر هذه المعركة. من الخاسر سيكون فيها أستاذ مصطفى؟ من الخاسر في هذه المعركة أن وقعت؟ يعني احنا طبعا كسوريين بالتأكيد نحن الخاسر الأول منذ اندلاع هذه الثورة، لأنه كان في سوريا هناك حكومة لم تستجيب لثورة سلمية، وبالتالي اتبعت التكتيك العسكري لمواجهة هذه الثورة من خلال جلب يعني ميليشيات تحمل أفكار إيديولوجية متضادة، واللي هو تنظيم القاعدة والميليشيات الشيعية، وبالتالي يعني فرضت على الثورة السورية الحلول العسكرية. احنا نحن السوريين بالدرجة الأولى نحن الخاسرون. أما فيما يخص الأطراف الدولية، من الذي سيخسر؟ هذا لنكن صريحين يعتمد على الموقف النهائي لحلف الناتو وللولايات المتحدة الأمريكية. إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو يتخذون يعني موقف الحياد السلبي تجاه كل ما يجري في سوريا، لكن إذا ما اتخذوا موقفا إيجابي تجاه حليفهم التركي بالتأكيد ستخرج روسيا خاسرة في هذا الموضوع. نعم أستاذ مصطفى، الآن لماذا بروتوكول موسكو المضاف حول اتفاق إدلب وضع مرة أخرى على الطاولة، مع العلم بأن فلاديمير بوتين يدرك تماما بأن أردوغان لا يؤتمن على أي تنفيذ اتفاق أو على اتفاق برمته كما يقال أستاذ مصطفى؟ ماذا بعد إذن؟ لا، المسألة ما هي إطلاقا. المصالح الروسية التركية أكبر من المصالح الروسية السورية، المفروض كلياتنا يعني نعي هذه المسألة. مسألة خط السير الأزرق اللي تبع الغاز اللي بيطلع من قزوين وبينتهي بشواطئ المتوسط، محطة كهرباء نووية في مرشين، صفقة الصواريخ الاس 400، الممرات المائية اللي هي تبع البوسفور واللي بعد 2023 بتعود ل سيطرة الأتراك، كل هاي المصالح بين تركيا وبين روسيا مصالح مهمة جدا. أنا بدي بس أذكر ضيفك الكريم بمسألة كتير مهمة، ليش نحن السوريين بدنا نترك الروس والإيرانيين والأتراك يقرروا مصيرنا؟ ليش ما نحن نلجأ إلى مسألة الحوار السوري اللي ننتج بي 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 يعني نغلب مصالحنا الوطنية على أي مصالح أخرى؟ أنا وقت عم بحكي عن الإعلام المتجهة باتجاه الجيوش مع بعض البعض، أنا ما بحكي عن إعلام ما الموجودة على الأرض السورية. نعم كثرت الإعلام على الأرض السورية وأنا أدركها وأشاهدها، بالعكس نحن قاعدين ضمن سوريا لازمنا قابضين على جمر الكارثة اللي مرت على الجمهورية العربية السورية، لكن يعني ضيفك الكريم وباقي المعارضة اللي بيركين بفنادق 5 نجوم ومرتاحين وما عندهم أي مشكلة وأصلا ما بدهم الموضوع ينحل سياسيا، لانه اصلا بده ينتهي دورهم بمجرد ما اتينا على الحل السياسي على الارض في سوريا، بده ينتهي دورهم مثل ما بده ينتهي دور التركي ودور المتدخل الاخر في الارض السوريه، من كان روسي او ايراني او حتى امريكي. الامريكان بعدين كيف بدهم اياهم؟ يعني كيف بده امريكا تجي توقف مع تركيا من خلال حلف الناتو؟ وترامب صرح علنا قال انا ما يهمني من هذه المساله هو النفط اللي موجود على الارض السوريه، والرجال جاب قواته وحتى على مناطق النفط وعنده احتلال امريكي، يعني المفروض السوريين يشتغلوا ايضا على اخراجه من الارض السوريه. فهو كيف بده يدخل يعني يوقف ترامب مع تركيا؟ مشان ايش؟ اصلا في اتفاق بين الامريكان وبين الاتراك، وهذا الاتفاق اردوغان يعلمه جيدا، ولولا ان يكون هذا الاتفاق صريح جدا كان ما استجر اردوغان انه يروح باتجاه الابيض وباتجاه راس العين. كان يكفي انه الامريكان يتركوا علم فقط للولايات المتحده على الحدود السوريه التركيه، ولم يجرؤ اردوغان بان يجتاز هذه الحدود ولو بمتر واحد فقط لا غير، على السوريين مره اخرى ان يغلبوا مصالحهم الوطنيه على كل انتماءاتهم ما قبل الوطنيه، وان يعودوا الى جاده الصواب. يعني الخاسر الاول والاخير في النتيجه هم السوريين، ان كانوا اللي موجودين ضمن
حدود الدولة السورية أو ضمن الأراضي المغصبة المرفوع عليها علم تركيا، من الباب إلى طرابلس إلى حجاز إلى عفرين إلى باب الهوى، كل المناطق التي يعني تحتلها تركيا بالوساطة أو بالحضور شخصيا. طيب أستاذ حمد شهاب، الآن وفق كل هذه المعطيات والحديث عن بأن هناك خروقات وأن هناك تهديد وتعزيز واحتلال تركي مرة أخرى وإنشاء نقطة عسكرية، يعني يبدو بأن موضوع اتفاق موسكو بدأ العد التنازلي فيه نحو الانهيار كما يقال، تفضل. يا أخي الكريم، يعني انطلاقا مما تحدث به ضيفك عن عملية الحلول السياسية، بالنتيجة يعني الأمور تتجه إلى الحلول العسكرية، لأنه هذا النظام أصلا لا يؤمن بالحلول السياسية. تعال يعني أخ ضيفك يتحدث عن الحلول السياسية، تعالوا لننحي الذين أجرموا بحق الشعب السوري إن كان من جهة النظام أو من جهة المعارضة. هل يقبل المؤيدين لنظام بشار الأسد أن ينحوا القادة الذين اتخذوا القرار بذبح الشعب السوري؟ بالتأكيد لا، بدليل أنه هذا النظام لا يقبل بالحلول السياسية. عندما يستشعر الخطر التركي، يعني أورد لك حدثين، استشعر الخطر التركي في عام 98 وعلى 99 وقدم رئيس عبد الله أوجلال الأتراك، وعندما مؤخرا استشعر خطرا تركيا عندما صعدت روسيا عسكريا أيضا قدم لهم رقاب الأكراد على طبق من ذهب، عندما قال أن سوريا الأكراد ليسوا جزءا من الشعب التاريخي لسوريا، هم لاجئين ووافدين إلى سوريا. إذن هذا النظام لا يهمه سوى الكرسي ولا يمكن أن يقبل بأي حلول سياسية، وتتضامن معه روسيا وإيران وأطراف أخرى، وبالتالي هو لا يرى الحلول إلا بالحلول العسكرية. وأنا أرشح الأمور أنها يعني ستتجه عندما تنقضي هذه الأزمة العالمية التي تخص كورونا، وهذا الاستنفار العالمي الذي أشغل كثير من دول العالم المتنفذة في الملف السوري عن الموضوع السوري. ربما عندما ينجلي هذا الأمر أعتقد الأمور ستتجه باتجاه التصعيد وباتجاه حلول عسكرية لفرض قرارات الأمم المتحدة وليس من أجل الحرب كحرب. نعم، ضيفي من لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع محلل سياسي، شكرا جزيلا لك، وشكر لك ضيفي من حلب الأستاذ مصطفى قلعجي أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري. مشاهدينا فاصل ومن ثم نفتح المشهد اليمني للنقاش.